بدر بانون طبعا من الصفقات المميزه جدا، ويمكن بدايات لعب بدر بانون مع النادي الاهلي شعر خلاص جماهير النادي الاهلي انهم عندهم صفقه رابحه على المستوى الفني، على مستوى الهدوء، على مستوى كمان الكوره والفنيات، على مستوى كمان الاندماج السريع مع النادي الاهلي وكانه بيلعب في النادي الاهلي بقاله سنين طويله. يمكن بدر بانون يعني بيقول انه طبعا سعيد جدا بهذا الفوز اول مباراه في المشوار الافريقي، بعد طبعا يمكن بيقول ان احنا اهدرنا العديد من الفرص في المباراه، لكن بيقول ان طموحات النادي الاهلي اكيد هو الحفاظ على لقب دوري الابطال وحصد النجمه العاشره في طبعا في الوقت اللي يعني الفرق كلها اكيد زي ما اتكلمنا الفرق كلها بتقدم مجهود كبير جدا امام البطل القاره النادي الاهلي، جميع الفرق سواء طبعا المباريات جايه وكل المباريات ان شاء الله في دوري المجموعات هتكون مباريات اصعب، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله من خلال حتى بدر بانون مركزين انه يجتهدوا ويحافظوا ويسعدوا جماهيرهم ان شاء الله، ان النادي الاهلي ما عندوش طريق غير الفوز وانه دايما هو ده السبيل الوحيد لارضاء الجماهير، وان يعني بدر بانون عارف ده كويس من اول ما جه النادي الاهلي انه عارف مدى قيمه النادي الاهلي، ان هو شخصيا بيعشق هذا النادي وبيقاتل من اجل ما يكون ليه طبعا مكان دائم في التشكيله الاساسيه ودايما يظهر بمستوى طيب، لان عارف كمان بدر بانون ان في منافسين، يعني عندنا منافسين في هذا المركز اذا كان ياسر ابراهيم، سعد سمير هيرجع، عندنا يعني رامي ربيعه، فهو كمان عايز يحافظ على مركزه بالمثابره في التدريبات والتالق في المباريات.